استاذ احمد، على طول في يعني الناس هتقول هل في اغلاق مواقع، في حبس في مشروع القانون الجديد؟ بالظبط، في حبس وفي غرامه. هو بس انا ما اعرفش سياده اللواء زي اللي لما قلنا اللواء احمد رفعت، انا فعلا ضابط شرطه. لا مفيش، لا يا فندم، لا علينا. انا سعيد بانتمائي لجهاز الشرطه يعني، ومش ده معناه ان احنا عشان اللواء احمد رفعت هبقى دايما عايز اخلي الامن ياخد اختصاصات عاليه، لا بالعكس، انا نائب الشعب سواء اللواء سواء طبيب، وفي النهايه يهمني الحريات ويهمني القانون ويهمني الامن الشعب اللي ربنا كلفنا وشايلنا الامانه في ان احنا نحميه. القانون ده حضرتك شايف في الايام الاخيره ان فيه مواقع كتيره جدا بتهدد الامن القومي المصري، دي حقيقه. وانا لما بقول اللي هو بقول على خلفيتي الشرطيه ان انا اعلم جيدا ما يحاك للدوله المصريه وايه اللي بيحصل يوميا، والهدف كله مش خاطر ان احنا عايزين نخلي دوله بوليسيه ولا نحكم الشرطه في الدوله ابدا خالص. الموضوع بعيد تماما الاول، لان القانون بيقول ان احنا بندي سلطه لسلطه التحقيق، بندي لسلطه التحقيق حجب المواقع. كلمه سلطه التحقيق هنا مش معناها وزاره الداخليه، سلطه التحقيق معناها النيابه العامه، نائب الشعب المكلف عن حمايه الشعب المصري والنائب عنه في القضايا الجنائيه. الدفاع عن الفضل. وخلينا ندخل بايجاز في الحاجات الجديده، لان احنا ناقشنا حاجات كثيره قبل كده. حجب المواقع، حجب المواقع ازاي؟ اذا راى سلطه التحقيق ان في مواقع تشكل بعبارات او بصور او بفيديوهات اي شيء يشكل خطر على الامن القومي او يعد جريمه من ضمن جرائم القانون العام او جرائم القانون الخاص بشان الجريمه الالكترونيه، يحق لهذه السلطه فورا عشان احمي المجتمع الاول ان انا احجب هذا الموقع. ده رقم واحد. الحجب الموقع تحجبه، طب لو هو بيطلع من خارج مصر؟ ايوه، اذا كان فنيا يجوز. حتى المشروع الماده كده، اذا كان يجوز فنيا ان انا احجبه فعلى السلطات فورا انها تحجب هذا الموقع، لان الموقع ده قد يكون تجنيد لشبابنا، قد يكون موقع لداعش الارهابيه، قد يكون موقع لجماعه الاخوان الارهابيه بيقصد بيه ان هو يثير الفتنه مثلا بين طوائف الشعب، ان هو يدي اخبار كاذبه عن الدوله، ان هو يجند ولادنا لجماعات ارهابيه ويعرض عليهم المال والفلوس والزواج من جميلات وغيره اللي كان بيحصل، وياخد الشباب وبعد كده يلاقي نفسه في جبل الحلال بيقتل في الجيش المصري. هذه المواقع ارتأى للمشرع في هذا الأمر أنها مواقع تشكل خطرا داهما على الأمن القومي، لابد قبل ما حاسب الأول مين جايبها، إذا كان فنيا يجوز حجبها فأنا بأمن الشعب المصري منها، بأمن مجتمعي، بأمن. وانتوا عاملين كده في مشروع القانون إذا كان ذلك ممكنا فنيا. بالظبط، لأن في حاجات فنية مش هقدر، اللي بتبث من الخارج في بعض الحاجات قد يجوز وحاجات تانية مش هقدر أعملها. طيب الحبس بقى، حبس مين؟ الحبس طبعا اللي بيبس هذا الموقع، ما وراء الموقع بقى اللجان الالكترونيه اللي بتشتغل عليه، الحبس او الغرامه. وعلى فكره احنا كمان هو المشروع ده مقدمه الحكومه، يعني احنا انتظرنا كتير الحكومه، لان كنا احنا بنعمل هذا القانون فالحكومه قالت انا اللي هقدمه. لما قدمته الحكومه للاسف لقينا العقوبات اللي جايه عقوبات غير رادعه، وعقوبات بتبدا بشهر حبس، كلام تهريج. فزودتوها انتوا؟ احنا هنزودها فعلا، دي حقيقه كلنا. وعلى فكره ده مش راي انا احمد رفعت، ده طبعا احنا راي اللجنه، وبعد كده الكلام ده بينزل على البرلمان ككل، اعضاء البرلمان المصري، وهم اذا كانوا شايفين ان في بعض الحاجات، اذا هقول مثلا سيادتك زي ايه، يعني مثلا غرامه سرقه البث، ان القناه اللي احنا فيها ديت مثلا ممكن يتسرق البث بتاعها ده وتذاع وحد يحقق منه مكاسب او يحقق مشكله وخطر داهم لذات القناه، ان انا الاقي حاطط لي غرامه 20,000 جنيه ده تهريج، او 10,000 جنيه ده كلام خايب، ده ما هو انا هسرق وبدل ما اعمل قمر صناعي او بدل ما ادفع في القمر الصناعي انا هسرق تردد قناه اذا كان ذلك ممكنا يعني، وابدا اشتغل بيها وبعد كده وقت ما اتمسك ادفع الغرامه دي. في بعض الامور اللي زي ديت احنا لقينا ان الغرامه بدايه 200,000 جنيه ده رقم مش كتير، وفي نفس الوقت الحبس بيبدا بشهر برضه احنا شايفينه ان رقم مش كتير في بعض الامور. طب خلينا في النقطه الاولى اللي هي